وللتعليق على تصريحات وزير المالية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى شاهين الخبير في علم الاقتصاد. دكتور مصطفى، وزير المالية محمد معيض يقول إن أقساط الديون على مصر ستتجاوز في القريب العاجل 800 مليار جنيه، وهو ما وصفه بالمرحلة الصعبة. ما الذي يجب أن يفهمه المواطن المصري عن من خلال هذه التصريحات من مسؤول بدرجة وزير؟ هو الأمر ببساطة جدا جدا اللي المفروض المواطن يفهمه، أن الحكومة لن تستطيع أن تقدم له أي خدمات على الإطلاق، وهو ده الحقيقة يعني لسان الحكومة، لسان الحال الحكومة بيقول لنا ذلك الواقع في مصر. يعني المواطن الآن زي ما وزير المالية تفضل وقال إن تقريبا 85% من الموازنة رايح أقساط فوائد، أقساط زائد فوائد، يعني الرقم اللي حضرتك تفضلت به 541 مليار جنيه هي الفوائد، والأقساط 276 مليار اللي هي الأقساط. فمعناها ان تقريبا 85% من الموازنه رايح فقط للدين واقساطه. معناها ان الحكومه اللي هتفضل منها للانفاق لا يتجاوز ال 15، والحكومه هتضطر انها تطبع فلوس، هتخفض قيمه الجنيه المصري، ومش كده وبس، هترتفع الاسعار داخل الاقتصاد ارتفاع جنوني مره اخرى، لاننا احنا في متواليه متزايده، يعني كل فتره الامر هيزيد. يعني الدين الداخلي لن ينخفض، لان الحكومه ليس عندها تصور انها تستطيع انها خفض الدين، وان احنا وصلنا فعلا احنا كحكومه او كمسؤولي الحكومه ستكون ايديها مكتفه تماما، ولا تستطيع انها تعمل اي اصلاح اقتصادي في الدوله، لان الدوله لها جزء مهم جدا في النشاط الاقتصادي انها تقدر تحرك عجله الاقتصاد. لكن اذا كانت الدوله فقط تقوم بسداد ديون، فمعنى كده ان الدور في النشاط الاقتصادي اللي هو احد المكونات او احد المحركات الاقتصاديه لاي نشاط اقتصادي غير موجود. فبطبيعه الحال نحن نعلم جيدا ونعلم يقينا ان الدوله لن تستطيع ان تحرك عجله الاقتصاد ولا عجله الاستثمار. طب ما السبب دكتور مصطفى؟ ما الذي اوقع الدوله المصريه في هذه المشكله الكبيره؟ الانفلات في الانفاق. الانفلات في الانفاق كما تسمع حضرتك الان هنالك زياده في المرتبات لطبقات كثيره جدا، جعل الدولة تستدين، ولما الدولة بتستدين بيبدأ يحصل عند حضرتك الظاهرة دي، وهو في الآخر عايز يدفع فواتير معينة، سواء فواتير الأجور أو فواتير الدعم. كل هذه الفواتير بطبيعة الحال بتزود المديونية بتاع الدولة، لأن احنا ما كناش بنعتمد احنا أصلا على آلية الاقتراض لحد 91، بعد 91 اعتمدنا على آلية الاقتراض، وده للأسف الشديد أدى إلى آثار كارثية كما ترى حضرتك الآن، ان 85% من الموازنه العامه كلها موجه فقط للديون وفوائدها. طيب ما الذي يفهم ايضا دكتور مصطفى من ترويج او يعني محاولات المسؤولين في مصر للحصول على يعني قروض جديده بعملات مختلفه في الاسواق الاسيويه، رغم ان هذه القروض اوصلت البلاد الى مرحله صعبه كما يقول؟ الامر ده مهم جدا لحضرتك تفضلت بالسؤال عنه، وده سؤال انا اشكر حضرتك جدا عليه، لان الحقيقه اللي هيحدث في الاقتصاد ان مديونيتنا الخارجيه هتزيد، والمديونيه الداخليه لحد ما في مصر الحكومه لا تعبأ بها كثيرا، لان هي الديون بالجنيه، فالحكومه بسهوله جدا تامر البنك المركزي بطاعه اموال جديده والامر ما فيش فيه مشكله. لكن اخطر ما في الموضوع بالنسبه للدين الخارجي ان الحكومه تريد انها تحافظ على استقرار الدولار، لان في شركات اجنبيه بتعمل في مصر الحكومه ترغب انها تعطيها حقوقها، فالحكومه ليس عندها ما يكفي، لان احنا عجله الانتاج متوقفه او صادراتنا لم تتجاوز ال 25 مليار دولار، فبطبيعه الحال الحكومه هتقترض والاقتراض هيستمر، والاستمرار الاقتراض في حد ذاته هيؤدي للاسف الشديد الى ضعف شديد جدا في القدره الاقتصاديه للاقتصاد على تمويل الواردات أو على سد فجوة الصادرات والواردات أو حتى على سدد المديونية، لأن احنا بدأنا نوصل لأرقام فلكية لم تحدث من قبل في مصر، إن مديونيتنا عمرها ما كانت تتجاوز ال 93 مليار دولار، لم يحدث في تاريخ مصر منذ أن خلقت مصر إن احنا وصلنا إلى هذا الرقم. فللأسف الشديد هذا هو الوضع، وهذا هو التوصيف
بغض النظر عن من المسبب، لكن هذه المآلات التي سيؤول إليها الاقتصاد المصري بعد قليل، كما حدث في بلد زي اليونان للأسف الشديد ازدادت المدينة الخارجية، وحصل قبل كده مع المكسيك، وحصل قبل كده مع الأرجنتين، زادت المدينة الخارجية، أوصلت بعض البلاد أنها تعلن إفلاسها أو تعلن عجزها عن سداد القروض اللي عليها. لكن مصر حتى هذه اللحظة لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.